السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس أردوينو توتوريال. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن السيرفو موتور. زي ما انتم شايفين هنا استخدامات السيرفو موتور في الغالب في الروبوتكس. هنا في أرم روبوت، وعبارة عن كل مفصل فيه عبارة عن سيرفو موتور، كمان حتى الجريبر هنا عبارة عن سيرفو موتور. هناخد النهاردة السويب إن شاء الله، وهناخد كمان نتحكم في البوزيشن ازاي عن طريق البوتنشيومتر. نشوف فيديو صغير كده يوضح الفكرة. هنلاحظ هنا ده زراعة بشرية، كل صباع عليه مقاس بياخد الحركة، وهنا ده ذراع صناعية كل صباع متوصل بسيرفو موتور عشان يتحرك. بصوا كده، أي حركة هنا بتتنقل للذراع مين الصناعي. السيرفو موتور خارجه عبارة عن أنجل أو بوزيشن، بعمل كده عن طريق كنترول سيجنال. طبعا استخداماته كتير، من ضمنها الروبوت ارم زي ما احنا شفنا، وكمان في الطيارات بدون طيار وحاجات تانية كتير. كلاسيفيكيشن بتاعة السيرفو بتختلف من ناحية السايز والتورك، ممكن نلقاها ميني او ستاندرد او جيانت اللي هو كونتينوس. طبعا الميني والستاندرد بتوصل بالاردوينو مباشرة، على الرغم ان انا مش بفضل كده. الستاندرد بيلف من 0 ل 180 ديجري بس، اما الكونتينوس بيلف 360 درجة. طبعا السيرفو موتور بيجي معاه حاجات كده إضافية، عبارة عن أرمز بتتحط على الشافت عشان توصلها مع الأوبجكت. دي بتبقى مصنوعة من الميتال أو البلاستيك. طبعا السيرفو عندي بيبقى عبارة عن 3 أطراف بتلات ألوان، اللي في المنتصف ده بيبقى أحمر، وده ثابت دايما بيبقى التغذية بتاعتي. سواء كان السيرفو بيشتغل بخمسة يبقى هو ده الـ5 فولت الموجب. عندي كمان لونين تانيين، اللونين التانيين بشوف اغمق لون فيهم هو اللي بيبقى الجراوند، وافتح لون فيهم بيبقى هو الكنترول سيجنال اللي بتتوصل بالاردوينو. زي ما قلنا احنا الريد ده بيبقى في المنتصف بيبقى تغذيته 5 فولت، واللون الغامق في اللونين الباقيين بيبقى يا اسود يا بني، وده بيبقى الجراوند. واللون الكالرد عندي الباقي ده بيبقى اصفر او ابيض او برتقاني، ده بيبقى الكنترول سيجنال بتوصل بالاردوينو. طبعا البين اللي هتوصل بالاردوينو بتبقى عباره عن بالس ويدث موديوليشن سيجنال. طبعا ان انا اتحكم في السيرفو الموضوع سهل جدا، ومش بيحتاج درايفر كمان، وكمان ان هو بيحتاج بن واحده تتوصل بالاردوينو غير الاستبر، محتاج درايفر، محتاج بنز كتير. اتفقنا ان البن اللي بتوصل بالاردوينو عباره عن مين بالس ويدث، فبالتالي الديوتي بتاعت البالس ويدث لو كانت 1 ملي سكند الموتور بيدور 0 ديجري. لو كانت الديوتي اللي هي الفتره الاون في البالس ويدث 2 ملي سكند الموتور يدور 180 ديجري. لو انا اديته بالس الديوتي بتاعتها بين 1 و2 ملي سكند الموتور يلف بزاويه بين 0 و180 ديجري. مثال على كده، لو اديته بالس الديوتي بتاعتها 1.5 ملي سكند يدور بكام؟ يدور ب 90. لو اديته 1.25 ملي سكند يدور ب 45 ديجري. طبعا ما فيش اقل من 1 ملي سكند لان هو المينيمم عندي 0، وما فيش اكبر من 2 ملي سكند لان الماكسيمم بتاعي 180. الرسمة دي بتوضح الكلام اللي احنا قلناه. ادي البالس ويدث بتاعتي، الديوتي اللي هي فترة الاون بتاعتها لو كانت 1 ملي سكند الموتور يبقى عند 0 ديجري. لو الديوتي اللي هي فترة الاون كانت 1.5 ملي سكند الموتور يدور ب90. لو كانت 2 يبقى 180. وقلنا بين 1 و2 ملي سكند اديني زاوية ما بين 0 و180. في نقطة مهمة بيقولك هنا لازم يبقى في 20 ملي سكند بتوين مين بالسز. وليكن انا اديته بالس يدور ب 45 درجة، بعد شوية اديته بالس تانية يدور ب 90 درجة، بيقولك لازم يبقى في فاصل زمني بين البالس الأولى والتانية مقدارها 20 ملي سكند. ليه؟ لأن الموتور السيرفو بتاعي بطيء في الاستجابة شوية، فأنا أديه بالس واستنى 20 ملي سكند يكون هو استجاب للبالس بتاعتي قبل ما أديه بالس جديد. حد فيكم قبل كده فك السيرفو موتور وشاف جوه إيه؟ تعال نشوف مع بعض. هنلقى هنا الدي سي موتور عادي خالص، معانا هنا جير بوكس، معانا هنا بوكس اللي بره ده اللي بيطلع منه الشافت. طبعا هنا الدي سي موتور هتلقى سهل حركته جدا لما بيتوصل مع جير بوكس مجموعه من التروس، هتلقى حركه الموتور تقيله شويه، وده بيزود لي في العزم لان هو بيبطئ في السرعه. كمان اتفقنا ان هو بيتحرك عباره عن بوزيشن او انجل، فهنلقى هنا في بوتنشيومتر عباره عن انالوج سنسور بيقيس مين البوزيشن بتاعي. فكل ما البوزيشن يتغير الفولت اللي جاي من المقاومه المتغيره ده يتغير بناء على مين؟ على البوزيشن. القيمه دي طبعا بتروح لدرايفر او كنترولر عشان
يعمل كنترول على الدي سي موتور. ده البلوك دايجرام بيوضح الكلام اللي احنا قلناه. ده الموتور، ده الجير بوكس بتاعتنا التروس، في الاخر في نهايه الشافت بيبقى عباره عن مين، بوزيشن او انجل. طبعا كل ما الشافت ده يتحرك هتلقى فيه هنا انالوج سنسور عباره عن بوتنشيومتر تتحرك بناء عليه. البوتنشيومتر ده بيتغير قيمته او الفولت اللي طالع منه بناء على تغيير الشافت اللي هنا، وبيطلع فولت هنا. طيب وفي اشاره جايه من الاردوينو هنا، انت بتقول مثلا يدور ب 90 درجه مثلا، بتطلع اشاره بلس ويتس. بلس ويتس دي بتتحول لفولت عن طريق بلس ويتس تو فولتج كونفرتر، بتخش على اوبام. الاوبام ده شغال كومباراتور بيقارن اشارتين مع بعض. فلو كانت الاشاره اللي جايه من الاردوينو عندي هنا اكبر من الاشاره اللي جايه من البوتنشيومتر، معناه ان الموتور لسه ما وصلش للبوزيشن اللي انت عايزه. وبالتالي الاشاره لما تكون هنا اكبر من هنا، الاوتبوت بتاع الاوبام يبقى هاي، فيكمل الموتور في حركته والبوزيشن بتاعه يزيد شويه، وهكذا تلقى الفولت اللي جاي من هنا بيزيد لغايه ما الفولت هنا يساوي هنا، وقتها الاوتبوت يطلع زيرو. يبقى تاني، لو كان الاوتبوت اللي جاي من هنا اكبر من هنا، الاوبام يطلع. لو كان الاوتبوت اللي جاي من هنا بيساوي او اكبر من اللي هنا، الاوبام يطلع زيرو، فبالتالي ايه، الموتور يقف. طبعا احنا زي ما قلنا الاحمر 5 فولت وبيتوصل بالتغذيه، واللون الغامق سواء اسود او بني بيتوصل بالارضي، وبعد كده الكلر بيتوصل بمين، بالمايكرو كنترولر بن. يبقى ادي الاحمر بتغذيه موجه ب5، الاسمر بالارضي، بعد كده الطرف كلر ده بيتوصل باي بن في مين، في الاردوينو. في الغالب بفضل اوصلها ببن شغاله بلس ويتس. طبعا بيقول لك ان هنا ان انت لو وصلت السيرفو بالاردوينو بورد بتاعتك حرص ان ما يسحبش تيار زياده يحرق لك البورده، وانا بفضل ان انت تغذي السيرفو بباور خارجيه احسن. بس في شرط هنا، ان الارضي بتاع البطاريه اللي هتغذي بيها السيرفو لازم يتوصل بالارضي بتاع مين، الاردوينو، عشان يشتغل. هناخد اول مثال على السويب. طبعا هناخد اول حاجه السكتش كوماندز الاول المطلوبه في لايبراري جاهزه طبعا في الاردوينو سي، بدل ما انت تشوف عرض النبضه اللي انت عايز تطلعها وكده، لا، في لايبراري جاهزه بتكتب الزاويه مباشره. بس عشان استخدمها لازم اكتب الاوامر دي. اول حاجه بستدعي المكتبه هاش انكلود سيرفو دوت اتش، ده بتتكتب في بدايه البرنامج فوق. بعد كده السيرفو، خلي بالك الاس كابيتال هنا، ده كود ما ينفعش تغير فيه، سيرفو كده. بتروح تدي اسم، اسم براحتك، احمد، محمد، ساره، ايا كان. بعد كده انا بتعامل بالاسم ده على طول البرنامج، يبقى الامر ده والامر ده بيتعرفوا قبل الفويد سيتاب فوق. بعد كده بقول له ايه، نيم دوت اتاتش، الاسم اللي انت سميته فوق دوت اتاتش، بين قوسين رقم البن اللي انت هتوصل عليها مين، السيرف. بعد كده نيم دوت رايت، بين قوسين الانجل، الزاويه اللي انت عايز تطلعها. ما تنساش بين كل انجل والتانيه لازم ايه، تعمل ديلي 20 ملي سكند او 15 ملي سكند. الاربع حاجات دول اساسيين في كل مره تكتب فيها كود خاص بالسيرف. ما تنساش كمان ان البن نمبر هنا دي يفضل تكون شغاله بالس ويتس، واحنا طبعا شرحنا البنات الخاصه بالبالس ويتس في فيديوهات سابقه. والانجل هنا بتبقى من 0 ل 180 مع الاستاند. هنروح للسويب. السويب ان انا عايز اغير الزاويه بتاعت السيرفو من 0 ل 180 بالتدريج، وارجع تاني من 180 ل 0، واكرر الموضوع ده. اول حاجه استدعي المكتبه الخاصه بالسيرفو، بعد كده اقول له سيرفو، هسميه اسم ماي سيرفو، هتعامل مع الاسم ده طول البرنامج. هقول له في الفويد سيتاب هقول له ايه هنا، ماي سيرفو اللي هو الاسم اللي قلنا عليه فوق، دوت اتاتش، بين قوسين البن اللي انت هتوصل عليها مين، السيرفو، او هتوصل عليها الكنترول سيجنال الخاصه بالسيرفو. بعد كده الفويد لوب. الفويد لوب انا عايز اخلي السيرفو بتاعي يتحرك من 0 ل 180، يبقى استخدم فور عشان اتحرك من 0 ل 180. متغير سميته بوز من 0 طبعا اقل او يساوي 180 وبلس 1 في كل مره. طبعا لازم اعرف المتغير ده ايه، انت بوزيشن بيساوي 0 قيمه انيشال ونوعه انت. ممكن ما تحطش قيمه ابتدائيه 0 مفيش مشكله، لان هو متعرف هيبدا من 0 هنا. واقول له بعد كده ايه، ماي سيرفو اللي هو السيرفو بتاعي اللي انا مسميته فوق زي ما قلنا. بعد كده دوت رايت، وخلي بالك هنا الدبليو كابيتال، بين قوسين هاخد الزاويه في كل مره، ما تنساش بين كل انجل وانجل اعمل ايه، ديلي 15 او 20 ملي سكند. وبالتالي هيبدا من 0، استنى 15 ملي سكند، يرجع يعمل بلس 1 يبقى 1، استنى 15 ملي سكند، وهكذا. وهتلاقيه يتحرك ببطء من 0 ل 180 ديجري. انا وصلت ل 180 خلاص فوق، عايز اعكس، هقول له 4 بوزيشن بتساوي 180،
بوز اكبر او تساوي زيرو، لان من 180 لزيرو فلازم يبقى اكبر من زيرو، لكن هنا كان اقل من 180. خلي بالك من الكونديشن دي هنا، والبوزيشن هينقص واحد في كل مره. وهعرض الزاويه دي على السيرفو، بعد كده اعمل لي دي، هنلاقي ايه؟ اتحرك من زيرو 180 ورجع تاني من 180 لزيرو، بس هتبقى حركته بطيئه شويه. تعال نشوف كده الفيديو العملي، نلاقي اتحرك ببطء. بصوا كده من زيرو ل 180 ويرجع من 180 لزيرو، بطيء شويه. لو انا عايز ازود سرعته شويه اعمل ايه؟ ما ينفعش اغير في الديلي طبعا، الديلي ده ثابت 15 او 20 عشان الموتور يستجيب لمين؟ للكود بتاعي او للزاويه. لو خليت بوزيشن ده بلس 10 هيحصل ايه؟ هتلاقيه يبدا من زيرو، استنى 15 مللي ساكن لغايه ما يوصل لمين؟ لزيرو، يرجع تاني بلس 10 هنا، يعني انت هتزود على البوزيشن قبل كده ب 10، ياخدها 10 ويستنى 15 مللي سكند، تلاقيها 10 بعد كده يبقى 20 وهكذا، تلاقيها يزيد من 0 ل 180 بسرعه. نفس النظام هنا هخليها ماينس 10، ينقص 10 في كل مره، هتلاقيها ينقص بسرعه، هتلاقيها يتحرك بسرعه. تعال نشوف كده، ده اسمه فاست سويب. بصوا كده، لو انا عايز اعمل سيميوليشن على البروتوس اعمل ايه؟ ادي اردوينو اونو انا جبتها، طبعا انت بتضغط على البي هنا وتكتب مين؟ اردوينو، هيطلع لك مين؟ الاردوينو اونو، دبل كليك عليها تنزل ورا. وكمان محتاج ايه؟ محتاج سيرفو، تكتب سيرفو كده هتلاقي ايه؟ موتور بالس ويتس سيرفو موتورز، تاخد ده الاولاني ما تاخدش التاني اللي هنا، تاخد ده. وانا جبتهم سحبتهم، السيرفو الطرف اللي فوق 5 فولت، والطرف التاني بالارضي، والطرف اللي في النص بن 9. وطبعا هتعمل ايه؟ هنا في الكود ده موجود جاهز، هروح لفايل examples، بعد كده ادور على سيرفو في حاجه اسمها سويب اهي، تلقى الكود ظهر لك هنا. خلاص ده الكود اللي احنا شرحناه، مفيش اي اختلاف. طبعا انت هتختار مين؟ تولز، لازم تختار البورده بتاعتك الاول صح، اونو، بعد كده مين؟ تقول له فيرفاي. اتفقنا اخر سطرين دول خاصين بالميموري، اروح اشوف اخر سطر هنا فوق، اخر سطر اهو، اعلم هنا شيفت سهم شمال واسحب كده لغايه ما اوصل للسي، كنترول سي، بعد كده اجي على البروتوس دبل كليك في المكان هنا ده، كنترول ايه، كنترول في، يعني انا شلت القديم وحطيت الجديد. خلاص قول اوكي. بعد كده تعال نعمل رن كده، هنلاقيه يتحرك معانا. بصوا كده ببطء، تبقى بطيء في الحركه شويه من 0 ل 180، بيعكس حركته تاني اهو من 180 لزيرو. لو انا عايز ازود اجي هنا في البوزيشن بدل بلس 1 اخليها بلس 10، واجي هنا اخليها بلس 10، اعمل فيرفاي تاني. هنا انا مش محتاج اخد الامتداد او الهكس بتاع البرنامج، اوريدي خلاص هو عامل لينك مع مين؟ مع المكان، اوريدي عامل لينك، فانا مش محتاج اخده، هو اوريدي عمل ابديت مع نفسه. اعمل رن كده، بصوا كده هتلاقيه يلف بسرعه اهو، خدتوا بالكم من 0 ل 180، من 180 لزيرو. ده عملنا سيميوليشن طبعا على البروتوس زي ما احنا شفنا. هروح لحاجه اسمها ايه؟ النوب، ان انا عن طريق المقاومه المتغيره لما اغير فيها يغير البوزيشن بتاع مين؟ بتاع السيرفو. اول حاجه انا شغال انالوج، طبعا البوتنشيومتر اللي انا واصلها انالوج، فهستخدم امر اسمه انالوج ريد، وبين قوسين الانالوج بين اللي انا هقرا منها. طبعا معروف الامر ده بيطلع قيمه من 0 ل 1023، القيمه ديجيتال من 0 ل 1023. في امر اسمه ماب طبعا هشرحه بالتفصيل دلوقتي. طبعا الانالوج بن معانا في الميجا من A0 لA15، وفي الاونو من A0 لA5. بصوا معايا كده، لما يبقى عندي سكيل من 0 ل 1023 وعندي سكيل تاني من 0 ل 180، عايز اغير من السكيل ده للسكيل ده، بمعنى عندي قيمه اسمها واي انا حسبتها موجوده على السكيل من 0 ل 1023، عايز القيمه المناظره ليها اللي اسمها اكس لتقع على السكيل الجديد اللي هو من 0 ل 180. نقول تاني، عندي سكيل من 0 ل 1023 وعليها قيمة أنا عارفها اسمها واي، وعندي سكيل تاني اسمه 0 ل 180 عليه قيمة اسمها اكس أنا محتاجها، عايز واي بتناظر اكس على السكيل الجديد، أنا عايز اكس. فأنا أعمل إيه؟ هعمل أضرب طرفين في وسطين، بس الكلام ده يتحقق لما يبقى هنا الانيشال 0 والانيشال 0، يعني الاتنين سكيلز بادئين مين؟ من زيروز. هروح اقول اكس في 1023، اكس في 1023، واي في 180، انت واي عارف، عوض في المعادله دي طلع اكس، يبقى اكس بتساوي واي في 180 على 1023. او ممكن بالامر اسمه ماب. ايه الامر ماب ده؟
بيقول لك ماب افتح قوسين القيمة اللي اسمها واي اللي انت عارفها دي، اللي السكيل بتاعها من 0 ل 1023. عايز تطلع قيمة اكس، اكس اهي للسكيل بتاعها من 0 ل 180 هنا، يبقى تاني تكتب واي وبعد كده السكيل الخاص بواي، وده السكيل الخاص باكس، يطلع لك قيمة اكس هنا كمتغير. ده الامر اللي اسمه ماب، يغنيك عن المعادلات اللي فوق. طب ايه رأيكم لو الاتنين سكيل القيم بتاعتهم الابتدائية مش زيرو؟ لو عملت مقص يبقى غلط، اعمل ايه؟ عندنا مثال مثلا، هنا السكيل الاول من 0 ل 100، وعندنا السكيل الثاني من 10 ل 510، وعندي قيمة واي معروفة على السكيل الاول، وعايز قيمة اكس المناظرة ليها على السكيل الثاني. هقول الوسطين في طرفين غلط الكلام ده، لو احد الاتنين سكيلز او الاتنين سكيلز مع بعض مش بادئين من زيرو، اعمل ايه؟ اقول هنا الفاينل فاليو ناقص القيمة واي على الفاينل فاليو ناقص الانيشال بيساوي الفاينل فاليو هنا ناقص القيمة اكس على الفاينل فاليو ناقص القيمة مين؟ الانيشال. يبقى كده اقول هنا 100 ناقص واي على 100 ناقص زيرو بيساوي 510 ناقص اكس على 510 ناقص 10. عندك قيمة واي معروفة طلع اكس. طبعا انت هتقعد تحسب والامر هيبقى صعب شوية. نشوف امر ماب، بيقولك ماب هنا واي القيمة اللي انت عايز تحولها المعروف السكيل بتاعها من 0 ل 100، عايز قيمة اكس السكيل بتاعها من 10 ل 510، هيطلع لك قيمة اكس مباشرة باستخدام امر ماب على الاردوينو سي. طيب انا عندي بوتنشيومتر موصل على اي 0، وبالتالي اي 0 لما هقرب قيمته جوه هيديني الرينج بتاعه من 0 ل 1023 قيمة ديجيتال، وبالتالي قيمة الانالوج فاليو اللي جاية من بره هتبقى ديجيتال، فقيمتها هتبقى هنا محصورة في الرينج من كام لكام؟ من 0 ل 1023. طيب ينفع اخد القيمة دي مباشرة اطلعها على السيرفو؟ لا طبعا غلط، لان الرينج بتاع السيرفو بتاعي من 0 ل 180، فبالتالي انا عايز قيمة السنسور اللي جاية من بره احولها لقيمة مناظرة على السكيل الجديد اللي بيكافئ او بيناظر الزاوية اللي بيتحركها مين؟ السيرفو. خلاص؟ يبقى اجي هنا اول حاجة اقول له هاش انكلود استدعى المكتبة، بعد كده اسمي السيرفو بتاعي، بعد كده في الفويد سيت اب اقول له الاسم اللي انا سميته دوت اتاتش والبن بتاعتي رقم 9، وفي الفويد لوب هكتب ايه؟ اول حاجه هروح اقرا من الانالوج بن انالوج ريد من رقم البن بتاعتي، ممكن اكتب اي 0 هنا سمول او اي 0 كابيتال صح برضو، او ممكن اكتب 0 بس، هو اوريدي هيفهمها ان هي ايه؟ اي 0 طبعا، او ممكن اكتبها متغير عشان ما اقعدش اغير في البرنامج كله، اجي اغيرها فوق فسأعرفها بمتغير فوق، أقول له int potentiometer بيساوي 0، يعني هيسمي المتغير ده potentiometer bin بتساوي 0 نوعها int، هيقرأ القيمة من الأنالوج يحطها في متغير جديد اسمه مين؟ val. الval ده قيمته كام؟ تتراوح من 0 ل 1023، ما ينفعش آخد القيمة دي مباشرة أطلعها على السيرفر طبعا، زي ما إحنا قلنا، لازم أحولها في سكيل جديد أو في قيمة جديدة، السكيل بتاعها من 0 ل 180. يبقى اعرف المتغير الاول اسمه val من نوع int هيبقى قيمة صحيحة طبعا. بعد كده اقول له ايه؟ map الval بتاعي اللي سكيل بتاعه من 0 ل 23، حولها لسكيل جديد من 0 ل 180، وحطها في متغير جديد اسمه مين؟ angle اللي هي الزاوية، ونوعها int، والمتغير اتفقنا ينفع يتعرف داخل الامر نفسه او يتعرف قبل الفويد سيتاب مفيش مشكلة. يبقى الزاوية اللي هتطلع من هنا قيمة تناظر قيمة مين؟ الانالوج فاليو اللي جاي. واقول له بعد كده ماي سيرفو دوت رايت الزاويه بين قوسين، بعد كده اقول له ايه؟ ديلي طبعا عشان ايه؟ الموتور يستجيب لمين؟ للزاويه بتاعتي. نشوف فيديو عن الموضوع ده عملي. بصوا كده ده بوتنشيومتر هحركه، بصوا كده البوزيشن بتاع السيرفو بيتحرك بناء على مين؟ قيمه مين؟ البوتنشيومتر. تعال نروح للسيموليشن كده. طبعا عندنا هنا الاردوينو اونو والسيرفو نفس التوصيله اللي فاتت، اللي هيزيد معانا البوتنشيومتر بجيب البوتنشيومتر ازاي؟ بكتب بي او تي، طبعا انزل تحت واختار البي او تي بتاعي، هتلقى بي او تي شرطه اتش جي، لازم تختار ده، ما ينفعش تختار اللي فوق ده مش هيشتغل معاك في السيموليشن. اختار كده الكومبوننت ومكتوب جنبه اكتف ده، خلاص اقول له وبعد كده دبل كليك او اوكي، هتلاقيها نزلت ورا.
بتحطها عادي. الطرف اللي فوق بيبقى 5 فولت، والطرف اللي تحت ده بيبقى ارضي، والطرف اللي في النص بوصله على اي زيرو زي ما احنا برمجنا. هنا هعمل رن مش هيشتغل، لازم اجي طرف التغذيه اللي فوق ده اللي هو ال 5 فولت اوصله بال 5 فولت، واجي للجراوند اوصله بالجراوند عشان الدايره تشتغل معايا في السيموليشن. لو ما وصلتش ال 5 فولت ولا الجراوند اللي هنا مش هتشتغل. طبعا هي ال 5 فولت والجراوند هنا مش شغالين اصلا، فلازم اوصلهم اجباري في البروتس عشان الدايره تشتغل. طيب نجيب الكود، الكود اللي احنا شرحناه من فايل examples servo النوب، ده الكود بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، نفس الكلام اللي احنا شرحناه. هنقول ايه بعد كده؟ tools البورد بتاعتي اونو. بعد كده اعمل ايه في ريفاي؟ هناخد الكود من هنا كنترول سي، راح البروتس دبل كليك، كنترول اي نمسح ده، بعد كده نقول له كنترول في اوكي، بعد كده نعمل رن. بصوا معايا كده، طبعا هو اتحرك في البداية عند زاوية معينة عشان الفولت اللي جاي من المقاومة ليه قيمة. طب تعال نحرك كده دبل كليك هنا كده، بصوا كده كل ما اغير الزاوية بتتغير معايا. تمام كده وصل للماكسيمم، ابتدي دبل كليك هنا اغير، هنقلق السيرفو، كل ما نغير السيرفو بيتغير معايا اهو. طبعا انا بغير مين؟ كونتينوس على طول، ضغط على طول اهو الزاوية مالها بتتغير لغاية ما انت توصل للزيرو هنا المينيمم، تلاقي هو وصل مين؟ لأقل زاوية هي الزيرو. طبعا على البروتوس هتلاقيها بيقرا من سالب 90 ل 90، اعتبر سالب 90 دي زيرو، وال 90 اللي هناك هتبقى 180 لأن انت بادئ من سالب. طبعا لو غيرنا تاني اهو، ده لو انت ما عندكش السيرفو ولا عندك الاردوينو مين بورد، فممكن تعمل سيميليشن على بروتوس عشان تتعلم. وانا بشكركم طبعا، ياريت لو الفيديو عجبكم لايك وشير، وارائكم في التعليقات تحت الفيديو، ما تنسوش سبسكرايب للقناة عشان تشجعونا نعمل فيديوهات جديدة. شكرا جزيلا.